غير انه بيكونفيرم الدايجنوز. بستفيد ايه لما تركب سبيكلم في عيانه بريماتيور رابشر اوف كونجريت؟ كونفيرم الدايجنوز ادي واحد. تشوف الكلر اوف مايكرو، تشوف الميه اللي نازله حاجه نسي يقولها او كده، فيها ميكونيا، فيها بليدنج، ولا ده كلير امنيوتك فلويد؟ يبقى لما ركب سبيكلم في عيانه رابشر اوف كونجريت بستفيد ان انا بكونفيرم الدايجنوز، بشوف الكلر اوف لايكول، بتاكد ان مفيش كورد برولابس، باخد كلتشر وسنسيتيفيتي عشان اشوف فيه انفكشن ولا لا، وممكن لو احتجت اعمل سيرفايكو فاجينال فيتال فايبرونيك. ده كان الرول اوف سبيكلم اكزامينيشن. ليه النهارده كده جالي هواجس؟ ايه يا حبيبي؟ فايبرين مكتوب يا ابني، مكتوب. هو رول قدامك ايه؟ احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ انا تايه قوي. طيب ليه جالي هاجس النهارده؟ صبح كده وانا بسحب ما عادش اقول ايه؟ حاسس ان انا في حاجات ما قلتهاش كده. قعدت ايه اراجع اللي حصلت في دماغي كده وشفت ما قلتش ايه. عشان عايز اديكم انستراكشن مهمه قوي النهارده هقولها لكم دلوقتي واقولها لكم تاني قبل ما امشي. انا هسيبكم دلوقتي واشوفكم يوم السبت الجاي، صح؟ من هنا للسبت الجاي عايزك تتاكد ان الاوبستاتريكس واقف على الليجر. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ من هنا السبت الجاي اهم انستراكشن هديها لكم ان انا عايز المنهج واقف على الليبر، بمعنى ان احنا عندنا في نورمال بريجننسي واب نورمال بريجننسي، صح؟ النورمال بريجننسي لازم يبقى خلصان، والاب نورمال بريجننسي باجزائه. ايه اجزاء الابنورمال بريجننسي؟ البليدنج ان ايرلي بريجننسي والانتي بارتم هيموريدج والميديكال ديس اوردر والفيتال ديس اوردر، دي انت ما خلصانه. والنورمال والابنورمال بالفيريوم ده كان المفروض نشغل من الراوند اللي فات، المفروض يبقى خلصان. يبقى لازم في الاسبوع ده، معلش يعني اقول لك ايه، ضحي بالويك اند ده، اقول لك ايه، ضحي بالويك اند ده ما يجراش حاجه. بس لازم قبل ما تيجي يوم السبت الجاي تبقى مركز قوي ان منهج الاوبستاتريكس واقف على النورمال والابنورمال ايه؟ ليه؟ اكتر ما تقدر يعمل، ماشي الكلام؟ طيب لو فضل منك حاجه، هتعوضها الاسبوع اللي بعد اللي جاي، مش قصدي كده، يعني ايه؟ انا عايزكم الاسبوع ده في الويك اند ده نورمال وابنورمال ليبر، نورمال وابنورمال بريجننسي، ونورمال وابنورمال بيبيري، كويس كده؟ بمعنى لو مسكت الكتاب من اوله لغايه لما توصل لاخر الميديكال ديس اوردرز لازم يبقى خلصان، اللي هو نص كتاب الاوبستاتريكس في الهاند بوك او المايند باك، او اللي هو اوبستاتريكس 1 في الكتاب على النورمال ليبر، ماشي كلام؟ في الكتاب اللي بعد اوبستاتريكس 2 من اول الاوبستاتريكس اول الفيتال ديس اوردر ما عدا الاسسمنت اوف فيتال والبين، يبقى خلصان لغايه الايه؟ لغايه كل الفيتال ديس اوردرز، ماشي الكلام؟ اللي عملته هنا كويس، اللي موجود على الابلكيشن يخلص، بحيث بنهايه، مش هنفرجها كم مره، بنهايه الاسبوع ده كل المنهج خلصان ما عدا نورمال ليبر، اب نورمال ليبر، بوست بارتم هيموريدج اوبراتيف. شايف الكلام ده؟ نورمال ليبر، اب نورمال ليبر، بوست بارتم هيموريدج اوبراتيف. دول الاربع شابترز اللي انت سايبهم. طيب دايما انا بقول لاولادي ايه؟ ولادي يعني بقول لهم اوعى تذاكر وانت مغصوب، ذاكر وانت فرحان. الواد كريم والبنت دودي بالذات يعملوا ايه؟ يقوموا عاملين الهوم ورك ناكش فراخ عشان يقوموا يلعبوا. اقول لهم لا ما نعملش كده. اعملوا حبه وقوموا العبوا شويه بحيث تذاكروا وانتم مبسوطين. ايوه
فانت ما تذاكرش تحت الضغوطات. انا عايز اعمل دول. طيب لو انا ما نجحتش ان انا اعملهم 100%، بس بلاش قلنا بلاش نظام الايه المرقعه. لو انا ما نجحتش 100% عندي فرصه للتعويض؟ غالبا مش هتبقى الاسبوع الجاي، هتبقى اللي وراه. فاحنا عندنا ال 14 شابتر دول مقسومين على الاسبوعين، مقسومين على الاسبوعين، الاسبوع ده والاسبوع اللي ايه اللي وراه، اللي هم النورمال والابنورمال ليبر والبوست بارتم هيموج والاوبر، مقسومين على الاسبوع الجاي واللي وراه. ماشي الكلام؟ الاسبوع اللي وراه تلاقي فيه كمان تدينا نشبك اخر حصه انكرش، يعني اخر حصه في الاسبوع اللي بعد الجاي انكرش، يعني دخلت الجاي. لما الجاي ترجع تاني مش عايزه تشوف الاوبستاتريكس عشان يعني حرام، يبقى يعني عارف زينا محارب كده يعني، يعني جاينا او اوبس ده يعني مش حلو. فايه عايز على بالنا نرجع تاني ناخد جاينا او اونكولوجي، يبقى الاوبستاتريكس قطع اعصابك ايه تمام 100%. عشان لما نرجع ناخد بقى الجاينا، نختم بقى الجاينا، لما هختم الجاينا كاني خدتها من ورا لقدام. يعني ايه من ورا لقدام؟ يعني انا هاخد الاونكولوجي وبعدين اقوم مراجع بقى الاندوكراين كونتراسبشن مش عارف ايه وبتاع، يعني كاني هقول الجاينا على بعضها تاني. فاهمين قصدي ولا لا؟ ساعتها بس، ساعتها بس يجي يوم 1/4. ايه يوم 1/4 ده؟ اخر يوم في شعبان، المغرب ينتهي. اللهم لك الحمد والشكر ان بلغتنا رمضان وانا مخلص جاينا وبستاتس. فاهمين قصدي ولا لا؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ وصلت الرساله؟ عشان كده بس انتوا لاحظتوا حاجه، ان انا قارص عليكم شويه الاسبوع ده. ايوه، لانه هو انا في الجدول مكتوب كام درس من الفيتولوجي اون جراوند وكام درس اونلاين. اللي مكتوب من الفيتولوجي اون جراوند اربعه، اللي هم مين؟ اللي هم السمول واللارج فور جستيشنال ايج ورابشر اوف برين والبري تيرم ليبر، صح ولا لا؟ ده الجدول، يعني ده العقد اللي كان ما بيني وما بينك، صح ولا لا؟ طب انا عملت كام؟ عملت اربعه وثلاثه، عملت سبعه مش اربعه، صح ولا لا؟ عملت النهارده؟ لا، انا عملت سبعة وعملت الار اتش كمان اول، مش كده؟ يبقى انا عملت كام؟ 8 من 9. فاضل المالتي فيتال بريجننسي، صح ولا لا؟ بدل ما اعمل 4 عملت 8. فاهمين الفرق ولا لا؟ طبق ليه؟ عشان نفسي اطمن عليه زي ما اطمنت على قبل. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نروح للمانجمنت. خلونا هنعمل المانجمنت بطريقه الكريس كروس. يعني ايه كريس كروس؟ يعني هتكلم مع على الفيتال جروس ريستريكشن والاوليجو هيدرانوس الاول، وبعدين هتكلم على الماكروزوميا والبولي هيدرانوس. ماشي الكلام؟ الاول هتكلم على الايه؟ فيتال جروس ريستريكشن والاوليجو هيدرانوس، الاثنين اللي كانوا اللوجو بتاعكم بالازرق، وبعدين هتكلم على الماكروزوميا والبولي ايه؟ هيدرانوس. طيب هبتدي انا بالسمول فور جستيشنال ايج. هنمشي بخطة ولا لا؟ هنمشي بخطة. واحدة واحدة. العيانة اللي سمول فور جستيشنال ايج، ايه الكومبلين بتاعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حاجة. أو تقول لك إن بطني ما بتكبرش أوي. فتقول لي ليه ولا حاجة يا دكتور؟ مش كل الحيوانات عارفين بطنهم المفروض تكبر ازاي؟ فاهمين ولا لا؟ يعني مش بالضروره انها تقول لك كده. عادي حامل وحاسس ان بطنها ايه فيها زيتونه، بس يعني ماشي مش كده. فهي ممكن تبقى بلا كومبلينت، او ممكن تقول لك لو قالت هتقول لك بطني ما بتكبر. هنا بقى ده غالبا بتبقى غير الضرايب، يعني واخد بالك؟ يعني هي ايه؟ هي وضرتها ولا هي وقريبتها ولا منسبتها حملوا مع بعض؟ نبي اصل انا حملت مع مش عارف ايه وهي بطنها كده وانا يعني انما ما بيبقاش ده المين كومبلين. امال احنا بنعرف ازاي؟ بنعرف يا اولاد لما بنيجي نعمل انتي نيتال كير ونلاقي عيانه فيها الفندل ليفل بلو ذا ديت. فاهمين ولا لا؟ اسمع مني ده. يعني ايه انتي نيتال كير؟ ايرلي ديتكشن اوف فيتال كومبليكيشن. سوري، ايرلي ديتكشن اوف بريجننسي كومبليكيشن. اوعى تكون في درس روحت من غير ما اعلمك ازاي تجيب الكومبليكيشن ده بدري، ما هي ما حصلتش قبل كده. في البري كلامزيا قلت لك ان في الانتي نيتال كير بنقيس الضغط والوزن، مش كده ولا ايه؟ وبنبص على اللور ليمب ادينا. في الدايبيتس قلت لك ازاي بنعمل سكريننج للدايبيتس، صح؟ في الهارت قلت لك كلمه ورد غضاها، اسال العيانه انت كارديك ولا لا، مش كده؟ في الانيميا قلت لك
بقيس الهيموجلوبين الانبوبين وعند 28 اسبوع صح ولا لا؟ في الفينوس ثرومبو امبوليك ديزيز قلت لك بمسك العينه انبوبين ومع اي بريجننسي ايفنت واعمل السكورنج سيستم بتاعي يا صح ولا لا؟ لما جينا في البري تيرم ليبر هاو تو بريدكت مش كده؟ انه اي عيانه فيها ابدومينال بين شود بي ايفالويتد صح ولا لا؟ كل الكلام ده قلناه. طب النهارده بقى هاو تو بريدكت سمول فور جستيشنال ايج اوليجو هايدراتس؟ ان كل متابعه حمل بقيس فيها حاجه اسمها سنتيزيو فاندال هايت. لو لقيت السنتيزيو فاندال هايت بلو ذا 10th برسنتايل وهنا اجي ارسم لكم جروس كيرف رقم 2 عشان ارسمت لكم شرطكم فيه طريقتين للجروس كيرف قلت لكم دي واحده منهم اللي انا رسمتها. الطريقه الثانيه ان انا ارسم جروس كيرف التو ليمز بتوعه عباره عن ايه؟ السنتيزيو فاندال هايت والجستيشنال ايج دول التو ليمز بتوعه كده. ده المين وده وده ده above 90th percentile وده below ايه 10th percentile. مثال نفس المثال هاجي الجستيشنال ايج بتاعنا كام؟ 20 اسبوع. السنتيزيو فاندال هايت المتوسط يبقى كام؟ 20 سم. شايفين ولا لا؟ لو لقيته اقل من 18 يعني فارق 2 سم يبقى ده بيلو ده تنت ايه؟ برسنتايل. ولو لقيته اكتر من 22 يعني 2 سم لفوق يبقى ده اباف ذا 90 ايه؟ برسنتايل. دول الطريقتين بتوع الجروس كيرف يا ولاد، دول الطريقتين بتوع الجروس كيرف. غالبا اللي بيجي لنا في الامتحان دي مش الثانيه. غالبا اللي يجي لنا في الامتحان ايه؟ دي مش الثانيه. ويجي هنا ممكن هنا اغير اخلي دي الاستيميتد فيتال ويت بالالترا ساوند. اخلي دي الاستيميتد فيتال ويت. يعني او مخلي ده 20 اسبوع صح؟ تبقى النقطه دي هتبقى كام؟ 500 جرام صح؟ ويبقى دي اقل من 350 ودي فوق ال 650. فلو جاب لك ان الفيتال ويت هنا عمل لك سهم هنا يبقى ده لارج فور جستيشن. ولو عمل لك الاكس هنا يبقى ده ايه؟ سمول فور جستيشن. مفهوم ولا لا؟ يبقى دول الطريقتين عشان اكسبريس الفيتال جروس. يا اما كان سنتيزيو فاندال هايت يا اما كان استيميتد ايه؟ فيتال ويت. مع الجستيشنال ايج بلاقي خط متوسط مكتوب بالتقيل كده ده المين ده المتوسط. وبلاقي خطين منقطين كده الخط اللي فوق المنقط ده يمثل اللي فوقيه اباف ذا كام؟ ذا ماينتد والخط المنقط اللي تحت بلو ده ايه؟ ذا تنس بس. حبايبي الحلوين لو لقيت السنتيزيو فاندال هايت اكتر من الثيرث برسنتايل يعني اكتر من 2 ايه؟ سوري ناس يعني مش عارف الفرق اكتر من 2 سم يعني هو اقل من 2 سم 2 سم اقل 2 سم بيلو مش كده؟ لازم يجي في دماغي ديفرنشال دايجنوزس مهم صح؟ ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاع سنتيزيو فاندال هايت بلو ده دي؟ خلي بالك احنا بنعمل منهجيه تفكير احنا بنعمل كيس قدامنا ونمشي معاه مش كده؟ مش بنكتب مانجمنت التريتمنت الساينس السيمبل لا لا دلوقتي انا كان عندي عيانه ممكن ما تبقاش بتشتكي من حاجه خالص صح؟ بس جزء من الروتين انتي ليتال كير ان انا كل مره بقيس لها سنتيزيو فاندال ايه؟ هاي لقيت 2 سم اقل من المتوقع ايه الاحتمالات؟ اول احتمال ممكن لو انا شايف العيانه دي اول مره في حياتي جت قالت لي يا دكتور انا المفروض حامل في الشهر او حامل في الاسبوع ال 25 ال 28 ولقيت السنتيزيو فاندال هايت 25 يعني في فرق 3 ايه؟ سنتي. اول احتمال بيجي في بالي صلاه على النبي انها رونج دي فابتدي اعمل معاها اللي انا عملته معاك فاكرين ولا لا؟ اول يوم امتى؟ وحاجات كده هتيجي لي ورق من الاول هتيجي لي مش عارف ايه حاجات كده كويس؟ طيب فبفرض الكلام not conclusive هقول لك هنعمل ايه؟ بس لو الكلام conclusive واتاكدت انها مش رونج دي ابتدي ادور في بقيه الديفرنشال ايه؟ طيب لو مش conclusive هقول لك حاجه نعمل ايه؟ طيب رقم 2
مول فور الاستشنال ايه صح رقم 3 بوليجو. عرفت ليه قلت لك هناخدهم مع بعض؟ لان الحته دي بتاعتهم هتبقى واحد، الحته دي بتاعتهم هتبقى ايه؟ هتبقى واحد. رقم 3 اوليجو ايه؟ هيدرانس. رقم 4 انترايدران فيتال ديبت. رقم 5 ترانسفيرس لاين. يعني ايه ترانسفيرس لاين؟ يعني العين بدل ما واقف الدكتور جاي ايه؟ بالعرض. تفتكروا الحاجات دي بنفرقها عن بعضها ازاي؟ بس خلاص. يبقى ايه النكست ستيب يا ولاد؟ الالتراساوند. ايه الحاجه الرئيسيه او ايه الحاجات اللي انا هبص عليها في الالتراساوند؟ والله الاستيميتد فيتال ويت والابدومينال سيركمفرنس. طيب الاستيميتد فيتال ويت بالالتراساوند ده بيتشخص ازاي او بيتحسب ازاي؟ ها مش انا اللي بحسبه، في خواجه زمان اسمه هاد لوك، يعني عنده اف او كان عنده اف. بص بارتيسيبل هاد لوك يعني كان عنده اف، خلاص كده. بس ده بص بارتيسيبل. هاد لوك عمل ايه؟ عمل فورمولا طويله قوي كده، طبعا مش حافظها خلاص، ولا حد في الدنيا يقدر يحفظها. ابقى اخش على النت كده واكتب هاد لوك فورمولا تخليك تسميه تدفينه، تلاقي اللوغاريتم العاشر للابدومينال سيركم زائد 0.01348 في الفيمر لينز زائد 1 اللوغاريتم رقم 22 كده. يعني الفورمولا كلها عباره عن كده. بس شايف منها ايه؟ ان انا بحسب الابدومينال سيركمفرنس والهيد سيركمفرنس والفيمر لينز وادهم له لكمبيوتر بقى سوفت وير يديني الاستيميتد فيتال ايه؟ ويت. لو لقيت الاستيميتد فيتال ويت والابدومينال سيركمفرنس رخرين بلو ذا 10th برسنتايل عكرت بقى بتاعنا مش كده؟ يبقى البيبي ده سمول فور جستيشنال ايج. طيب انا قلت لك اول ما نشخص فيتال ابنورماليتي نعمل ايه؟ برافو عليك يا طلاب. الكوز واسسمنت اوف فيتال والبين، هو في هزار في الكلام ده؟ وبعدين الستيرويد وبعدين الحاجه السبيسيفيك، صح ولا لا؟ في هزار؟ يبقى اول حاجه هدور على الكوز. واحد يقول لي يا كابتن لطيف هدور على الكوز ازاي؟ اقول له اول حاجه في البحث على الكوز هو الالترا ساوند نفسه. هو الالترا ساوند ايه؟ نفسه. يعني ايه الالترا ساوند نفسه؟ هيوريني بقى، هيوريني كونجنيتال مالفورميشن، هيوريني بقى البوينت تو ترانسفيوجن، هيوريني بقى مفهوم ولا لا؟ طب وايه كمان؟ وان انا اعمل امبيليكال ارتري دوبلر. الحقيقه الامبيليكال ارتري دوبلر ده دي الخطوه المفصليه في المانجمنت، دي الخطوه المفصليه في المانجمنت. هتقول لي سبب بلاسنتال انسفيشنسي ولا لا؟ وبالمناسبه لو لقيت الامبيليكال ارتري دوبلر نورمال ابقى دور على الكوز كمان في صوره كروموزومال وجينيتك وانفكشن سكريننج، صح ولا لا؟ الله، يبقى انا جبت الاسباب الفيتال لان انا عملت الترا ساوند تو اكسكلود الكونجنيتال مالفورميشن، صح؟ وعملت كروموزومال وجينيتك وانفكشن سكريننج، مش دي الاسباب الفيتال ولا لا؟ ولو في مالتي فيتال بريجننسي هيبقى في الالترا ساوند ما كانش مهم قوي. يعني اصل الترا ساوند الاقي مالتي فيتال بريجننسي اسمه مش هعمل حاجه، لان دول مالتي فيتال بريجننسي ما عندهمش مشكله، هم اصلا لازم يبقوا كده، مفهوم ولا لا؟ فاهم. وبعدين الاسباب الماترنال، الاسباب الماترنال كلها في الاخر هتعمل بلاسنتال ايه؟ انسفيشنسي. يعني امبيليكال ارتري دوبلر هيكشف لي اذا كان في عندي سبب ماترنال عامل بلاسنتال انسفيشنسي ولا لا، مفهوم ولا لا؟ يبقى عن طريق عمل الثلاث حاجات دول انا عرفت مين السبب. وات از ذا نكست ستيب؟ اللي هيقول لي اعمل ايه الخطوه الجايه هو الامبيليكال ارتري دوبلر. هو انا قلت لكم ولا معلش جري ها؟ جري، اصل الحته دي مفصليه والحته دي مش سهله. امبيليكال ارتري دوبلر
امبريكال ارتري دبر. خطوه مفصليه يعني ايه؟ انا قلت لكم امبارح الامبريك الدبر ده بيعمل ايه؟ بيقيس سرعه الدم جوه المفصل اللي هو بيرسم لي كيرف سيستوليك وايه ودايستوليك. طب ايه الاوبشنز اللي هتطلع لي من الامبريكال ارتري دبر؟ الاوبشن رقم واحد ان انا الاقي السرعه في السيستول والدايستول سيستول دايستول توتالي نورمال. ده الاوبشن رقم واحد. طب ايه الاوبشن رقم اثنين؟ ان انا الاقي السرعه ريديوست بس ماشي ريديوست وذ بريزرفت in the diastolic flow او in the diastolic volume. يعني الدم ماشي سيستول ودايستول مفيش مشكله هفهمك كل حاجه ما تخافش. او ممكن الاقي حاجه قلتها لكم في البري كلابز فاكرينها؟ الدم ماشي في السيستول بس بيقف في ايه؟ في الدايستول. ممكن الاقي بقى مفرغ ريفرس. يبقى انا ممكن الاقي absent in the diastolic volume او reversed in the diastolic volume. طيب دكتور احنا فاهمين بس مش متخيلين يعني ايه reduced ويعني ايه absent ويعني ايه reversed. همثل دور الارميزيز. انا ارميزيز ماشيه جوه الامبليكال فيسل جايه منين؟ انا كارميسيز جايه من عند الافيلكس بتاعه العين وراحي عند مين؟ البلاسينتا. طب السؤال البلاسينتا دي فيها ريزيستنس ولا لا؟ هشوف. ما انا معرفش انا جايبك الكلام ده خدامك يعني خلاص ما انا عارف. لو لقيت نفسي مع قبضه قلب العين سيستول بقى اهو مش كده خلاص ده نورمال سيستوليك وايه ودايستوليك. السيستول كنت سريع شويه في الدايستول ايه بتنزل ريزيستنس عاليه قدامي عاليه ريديوس بات بريزرفت ريديوس بات ايه بريزرفت. انا ارميسيز انا ارميسيز دايستوليك موتش. شفت الوقفه دي؟ وقفه صغنونه يعني بس عشان في ريزيستنس قدامي جنبي فابتديت اعمل ايه؟ absent in the diastolic flow. ريفرسد. اصل انا اول ما بقول ريفرسد ايه؟ انت دماغك في المولد حاجات كده. الموضوع مش كده ده هي ايه كده بس فاهمين ولا لا؟ اللي بتبان في الدبره بالريفرسد فلو ده مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا دول الاربع حاجات كل ما الريزيستنس اللي قدامي بتزيد كل ما بيبتدي مين اللي يبقى افكتد اكتر ولا لا؟ دايستول. مفهوم ولا لا؟ كويس. هنا ابتديت اقسم العيانين لمجموعتين صح؟ مجموعه الدم ماشي سيستول دايستول حتى لو كان ايه؟ ريدوست. ومجموعه عندها مشاكل دايستول. المشاكل دي ممكن تبقى ريفرسد معناها ان البلاسينتا دي بقى يعني بتودع. مفهوم ولا لا؟ ايه الفرق؟ هنا هتكونزرف وهنا هتعمل ايه؟ مش عارف انا فاكرين بقى ارجع فاكرها لما كنت بقول لك حد ريميت امتى؟ بقول لك في تل كونديشن في تل سيستم في تل سيستم اهي دي بقى اللي في تل ستريس اللي هي دي مفهوم؟ ما هو كل العيال ستريس صح ولا لا؟ بس مين الفيتال ستريس اللي انا هترمينيت عليه؟ ابسنت او ريفرسف ان ذا دايستوليك ايه فلو. واضح يا ولاد ولا لا؟ كويس. بص يا ريس، طب انت قلت لنا يا دكتور ان احنا في اي احنا عملنا ايه؟ كوز اسسمنت اوف فيتال ويل بينج، بقى فاضل لنا ايه؟ ستيرويد سبيسيفيك، صح ولا لا؟ احنا قلنا اربع حاجات اتاكد ان انا ايه؟ ان انا عارفها. انا عرفت كوز واسسمنت، فاضل لي ايه؟ ستيرويد سبيسيفيك. تخيلوا ايه السبيسيفيك هنا؟ ان
ان انا اعمل فولو اب بس بس بي الالتراساوند والامبيليكال ارتري بابلر بلس اور ماينس الميدل سيريبرال ارتري دوت. اشمعنى الميدل سيريبرال؟ عشان اشوف فيه برين سبيرنج ولا لا؟ اشمعنى الميدل سيريبرال عشان فيه برين سبيرنج ولا لا؟ كويس دي السبيسيفيك يا دكتور. اه يعني مفيش حاجه بقى تخلي الميه ترجع لمجاريها؟ لا خالص. يعني ما نديش انتي بليتلز يجري المسائل. الكتاب بيقول لك ادي انتي بليتلز من العيال اللي جالهم قبل كده فيتال جروث ريستريكشن عشان البلاسينتا ما يبقاش فيها ثرومبوزس في الحمل الجاي. انما ثرومبوزس حصل يعني كل سنه وانت طيب، مفهوم ولا لا؟ يبقى الرول بتاع الانتي بليتلز زي البروجستيرون بروفيلاكتيك اديه في الحمل اللي جاي علشان ما يحصلش فيه فيتال جروث ريستريكشن. اقول للعيانه ما تدخنيش المره اللي جايه. وهنا مش هقول ولا ادخن يعني بس برضه ايه يعني مفيش حاجه سبيسيفيك، مفيش حاجه ايه سبيسيفيك، في حاجه بروفيلاكتيك اه انتي بليتلز ستوب سموكينج الكلام ده في الحمل دي بروفيلاكتيك. انما مفيش حاجه سبيسيفيك غير ان انا اقعد اعمل فولو اب. طول ما انا نورمال او ريفرسد سوري نورمال او ريديوس بريزرفد انا مستريح وابتدي اعمل ترمينيشن اوف بريجننسي. دي الكلمه الخامسه. يعني ايه الكلمه الخامسه؟ هو كم كلمه؟ خمسه. كوز اسسمنت اوف فيتال ويل بين ستيرويد سبيسيفيك ترمينيشن. خمس كلمات بتوصل مش كده؟ طيب هعمل ترمينيشن اوف بريجننسي امتى؟ بين 34 و37. لا بقول لك ايه ما تشتغلناش. انت كنت دايما بتقول لنا 34 يعني تشتغلنا. بص تفتكر النورمال زي الريديوست؟ تفتكر البرايمي جرافي ده زي المالتي بارل؟ تفتكر اللي مات منها عيل قبل كده زي اللي ما ماتش؟ تفتكر لما اعمل الترا ساوند والاقي بلاسينتا جريد 3 زي ما الاقيها جريد 2؟ تفتكر لما اعمل الترا ساوند والاقي لايكور كلير زي ما الاقيه تربت؟ مفهوم ولا لا؟ يعني في الحالات دي بارامترز كتير قوي هتخش في توقيت الولاده. وعشان كده بدي رينج للاوبستريشن بقول له انت معاك عديلي مرحله الايرلي بري تيرم ليبر بس ما تعديليش مرحله الماتيوريتي. فاهمين ولا لا؟ وصلت 37 لا كده اقيم عليك الحد. اقل من 34 لا بلاش ترمينيشن. اي وقت بين 34 ل37 ربنا معاك يا كابتشي. يبقى انا هترمينيت بين 34 و37 صح؟ او لو بقى ابسنت او ايه؟ او ريفرسنت صح كده؟ طيب الترمينيشن اوف بريجننسي ازاي؟ يعني لو جات لي عيانه من دول فيها بتولد الليبر اللاو وزن الدليفري حسبها تولد. طيب ممكن اعمل اندكشن اوف ليبر؟ اه ممكن اعمل سيزيريان سكشن في اليوجوال اوبستاتريك انديكيشن. يعني انا مش هعمل سيزيريان سكشن عشان عندي اي جي ار. هعمل سيزيريان سكشن لو دي بريفيس سكشن لو دي بلاسنتا بريفيا لو دي. فاهمين قصدي ولا لا؟ يبقى انا لو العيانين دول وصلوا 34 ل37 هولدوا بين 34 بقوا ايه ليبر يولد بما وصلوا 37 ما ولدوا اندكشن بريفيا سيزيريان سكشن في اليوجوال اوبستاتريك ايه انديكيشن. اوعى تنسى وكالمعتاد ده اسمه ايه؟ الموم صح؟ اوعى تنسى ان انتروبردم اهم حاجه ايه؟ هي كلمه واحده كونتينيوس فيتال مود. اول مره الموم عندي حماله ما كان ما جبتش سيرتها خالص تمام. فانا ما عنديش حتى كنترول اوف كونديشن او كنترول اوف كونديشن فولو اب اثناء الحمل وكونتينيوس فيتال مونيتور اثناء الولاده صح ولا لا؟ بوست بارتم كلمه كير اوف نيونيتال. يعني واخد بالك انت ازاي؟ اه يعني هي كلمه ورد ايه؟ ورد غلط. بوست بارتم كير اوف ايه؟ اوف نيونيتال. شكرا ليك. حلو قوي. طيب بص بقى الناحيه الثانيه دي اسهل بكتير قوي. الناحيه الثانيه دي عبيطه جدا. الناحيه الثانيه كلمه ورد غلط. بص ترمينيشن اوف بريجنسي بار سيزيريان سكشن نقطه. شايف النقطة قد إيه؟ ما تحطش كلمة اللي قبليها ولا بعديها صح؟ وانس إن أنت صحيت في يوم
لقيت الامبيريكال فلو ابسنت او ريفرسد اعمل ترمينيشن اوف بريجنسي باي ايه؟ سيزاريان سكشن نقطه خلاص. كده المانجمنت بتاع الانجور خلص. هقول حاجات حواليه، هقول شويه حاجات حواليه، ولكن لازم ابقى عارف ان الموضوع اللي جبتولي ممكن وانا بقراه متعقد ومش عارف ايه ده صعب قوي وبتاع، هو بهذه البساطه، هو بهذه السهوله، هو كلمه ورد بطال، هو ان عيانك ممكن ما تبقاش تشتكي من حاجه، ممكن ابقى جايبها من العياده الخارجيه لان لقيت الفندل ليفل او السيتزيو فندل هاي بلو ذا 10 بروفايل، او بالكتير قوي قالت لي بطني ما بتكبرش كويس. اول ما قالت لي البقين دول الثلاث ديفرنشال دايجنوستس ده يظهر في دماغي صح؟ وقلت ان انا هفرق ما بينهم كلهم باي ايه؟ الترا ساوند. الالترا ساوند قال لي بسم الله الرحمن الرحيم الاجابه سمول فور جستيشنال ايج. قلت له ازاي يا كوكو؟ قال لي والله ما هو الاستيميتد فيلا ويت والابدومينال سيركمفرنس بلو ذا 10 ايه؟ برسنتايل. قلت له بس يبقى احنا شخصنا. لما بنشخص في الفيتولوجي عندنا خمس كلمات. الخمس كلمات اسمهم ايه؟ كوز اسسمنت اوف فيتال والبيينج ها؟ وستيرويد وسبيسيفيك وترمينيشن. هعمله. هدور على الكوز. قال لي هندور على الكوز ازاي؟ قلت له والله هدور على الكوز بالالترا ساوند. هدور على الكوز بالامريكال ارتري دوكتور. لو لقيت الكلام ده حلو يبقى كروموزوما وجينات دول ما لهمش برايورتي يا اولاد، ما لهمش برايورتي مش كده؟ طيب قال لي طب هتعمل اسسمنت اوف فيتال والبيك ازاي؟ قلت له هعمل امريكال ارتري دوكتور. قال لي طب ما تحبش تعمل نون ستريس تيست؟ قلت له ما يضرش. قال لي طب ما تحبش تعمل ميدل سيريبرال ارتري دوبلر؟ قلت له طبعا عشان اشوف فيه برين سبيرنج ولا ايه ولا لا، مفهوم كده؟ طيب ولكن كل ده مش مهم لان اللي انا هاخد بيه الديسيجن هو مين يا اولاد؟ الامبيريكال ارتري دوبلر. هيقسم لي العيانين لمجموعتين، مجموعه الدم جاي لها سيستول دايستول ومجموعه بينقطع الدم في الدايستول، سيركيليشن بتقف في الدايستول. طول ما الدم موجود سيستول دايستول كل اللي مطلوب مني ان انا ادي ستيرويد واعمل فولو اب. يقول لي الترا ساوند بيتعملوا كل قد ايه يا دكتور؟ ما انا شلتها كنت كاتبها في الطبعه اللي فاتت. في البريزرفت بيتعملوا كل اسبوعين. وفي الريديوس بيتعملوا مرتين في الاسبوع يعني اربع اضعاف. مش مهم، انا مش مهم. انا بس بفهمك ان في فروقات بس انا شايلها مع الاندر جراديوت. خلاص كده؟ شايلها في كتاب الاسم يعني، مش شايلها بيني وبينك. انا شايلها ده من منبع. لو حد عنده طبعه 2015 لاني كنت كاتب الكلام ده وشلته. مهم. يبقى ده السبيسيفيك اللي هو مين هنا؟ الفولات. ذن ترمينيشن اوف بريجنسي الثلاث كلمات المعتاده يا ولاد هم مين؟ موت وانترا بارتم وايه؟ وبوستر. الموت اي حاجه يظل لغايه هنا ممكن اولد طبيعي اندر كلوز في ده المونيتور. بس تفتكروا العيال دول وهم بيتولدوا نسبه انهم يعملوا قيصريه تبقى ايه؟ عاليه في ده الاسترس. اسمعوا الحته دي. اي عيل بيخش الولاده بيخش بخزين اكسجين. بيخش بايه؟ خزين الاكسجين ده هو اللي بيدفعه لما اليوترس بيكونتراكت. لان اثناء الكونتراكشن البلاد فلو اللي رايح للبيبي بيحصل له ايه؟ بيقل صح ولا لا؟ بضغط البسل اللي رايح البلاسنت. طب البيبي بيعمل ايه في الفتره دي؟ بيعيش على خزين الايه؟ اكسجين. لو خزين الاكسجين ده قليل مش هيصمد في الولاده كتير. ولذلك مش احنا بنقول prolonged labor infection injury bleeding ايه؟ اسفكسيا. لان حتى لو الواد ده جدع وذكر ويعني واخد الاكسجين اللي ما لو الولاده طولت هيخلص الريزيرف ده. عشان كده البرولونجت ليبر سوف تؤدي الى فيتال ايه؟ اسفكسيا. طب العيل ده جاي لي اصلا من غير خزين. يبقى لما الولاده تمشي لو ما خلصتش اوام اكيد العيل ده هيخش في اسفكسيا واضطر اعمل له سيزاريان ايه؟ سكشن. مفهوم الفكره دي؟ دول بقى ما لهمش حل. ابسنت او ريفرسد ترمينيشن اوف بريجننسي باي ايه؟ سيزاريان ايه؟ نقطه. صح ده؟ تعالوا نقول بقى شوية حاجات حوالين الكلام. هل ممكن وانت بتاخد هيستوري تبقى تدور على الكوز؟ معلش اسألها كده حضرتك بتدخني، حضرتك عندك عيال قبل كده فيهم انجار، حضرتك فاهمين ولا لا؟ يعني طيب
ممكن الاقيه في الالتراساوند بتاع العيال اللي سمول فور جستيشنال ايج. برافو عليك يا جماعه. ممكن الاقي اوليجوهيدرامس، مش احنا قلنا الارتباط وثيق؟ يهمني اعرف التايب بان انا اعمل هيد سيركمفرنس ابدومينال سيركمفرنس ريشيو، هل هي هاي ولا نورمال؟ هتبقى نورمال في مين؟ في السيمتريكال. وهتبقى هاي في مين؟ في الاسيمتريكال. يبقى التايب هعرفه بيه واعرفه بالميدل سيريبرال ارتري دوبلر، صح؟ هل ممكن وانا بعمل الترا ساوند الاقي بريماتشور ايجنج اوف ذا بلاسنتا؟ طبعا ده من ضمن البحث عن الكوز، صح ولا لا؟ يبقى انا لو سالتك في ان كيس اوف اي جي ار وات ار اذر فايندينج ذات كود بي فاوند، قول لي بريماتشور ايج، قول لي اوليجوهيدرامس، قول لي اشوف هو سيمتريكال ولا ايه؟ ولا ايه سيمتريكال؟ قول لي الكوز، مالتي فيتال بريجنسي، بلاسنتال ابربشن، مش صح كده ولا ايه؟ حلو. طيب كنت قلت لك من شويه لو العيان اول يوم في اخر دوره كان امتى بابا؟ 1-3 لو كده؟ لا. العيان دي نعمل معاها ايه بقى؟ نعمل لها الترا ساوند. ما فيش ورقه قبل كده، ما عنديش ورقه، ما اعرفش اي حاجه. اعمل لها الترا ساوند. هي عارفه انها حامل في 24 اسبوع صح؟ والعيل 22 اسبوع. يبقى طبقا لكلامها دلوقتي هي فيها سمول فور ايه؟ جستيشن. طيب بس احنا مش متاكدين، صح؟ نعمل الالترا ساوند لقيت بيبي 22 اسبوع كويس. نعيده كمان اسبوعين. لو كمان اسبوعين العيل ال 22 اسبوع ب 24 اسبوع فصدق وهي من الكاذبين. يبقى العيل ده كويس وهي اللي عندها رونج ايه؟ رونج ليت، صح ولا لا؟ لو بعد اسبوعين لقيت العيل 22 اسبوع لسه 22 اسبوع فصدقت وهو من الكاذبين، يبقى المشكله عند العيل مش عند الام، صح ولا لا؟ عشان كده هنكتب ان في كده اف نوت مكتوبه، هي مكتوبه شور اوف ديتس ريبيت وذ 2 ويكس انترفال. طيب اخر حاجه عايز اقولها قبل ما اقول السكريننج بتاع السمول فور جستيشنال ايج الاخر، لو في عينه اوبيس، لو في عينه فيها فايبرويد، هل السيمفيزيو فاندل هايت دي طريقه كويسه في الفولو اب، صح ولا لا؟ يبقى الالترا ساوند بعمل فيه فولو اب للفيتال جروث في العيانين الاوبيس او اللي فيهم فايبرويد. العيانين اللي الديت بتاعهم هيتغير او السيمفيزيو فاندل هايت هيتغير due to non-fetal causes، مفهوم ولا لا؟ كده سلمك small for gestational age management super looks في كل حاجه، ماشي؟ بس في حته اسمها screening. screening how to screen small for gestational age اهو كده. بس ده امتى؟ لو العيانه low risk، لو العيانه او لو العيانه not at risk. لو العيانه at risk عندي سكريننج بروجرام مختلف شويه. ازاي؟ تعال نشوف سكريننج. انا مغير السبورة، انا عارف بس دي اسهل وهتعرف ان دي اسهل بكتير. بص اول انبوكينج بعمل ايه؟ بسال العيانه على الريسك فاكتور، فاكرين الدايبيتس؟ اول لما بشوف العيانه ببتدي اسالها على الريسك فاكتور. في اوروبا والدول المتقدمه عاملين سكورنج سيستم شيت كده زي بتاع الفينس رو امبوليزم، كذا تاخد زيرو، كذا تاخد واحد، كذا تاخد اثنين، كذا تاخد ثلاثه، مفهوم ولا لا؟ وابتدي اعلم واقسمه الى ميجور وماينور ريسك فاكتور. ميجور وايه؟ ماينور. وما ايه يا دكتور الميجور والماينور؟ هديك امثله بس مش هقول لك كلهم، مش عارف احفظهم يعني. ماينور زي عيانة بتسموك أقل من 5 سيجرتس بير داي. ماينور زي عيانة بتأبتيك أقل من 2 يونتس ألكوهول بير داي. ماينور زي عيانة وزنها أقل من 50 كيلو. ميجور
زي عيانه وزنها اقل من 42 كيلو. ميجور زي عيانه عندها بريفيوس فيتال جروس ريستريكشن. ميجور زي عيانه عندها انتي فوسفوليبيد انتي بودي. ميجور زي عيانه عندها بريفيوس بريكلامز. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا في ماينور ريسك فاكتور وفي ميجور ايه ريسك فاكتور. كويس كده؟ ايه مع الخواجات السموك ريد شويه تمام. فهو ايه ده؟ في سموكينج والكول والم الفايف سيجرتس والم من تو يونتس الكول. دول ماينور ريسك. دول مضر حرام بس از ريسك فاكتور فور جستيشنال سمول فور جستيشن ايه يعتبر ماينور. سموكينج مور ذان تو يونتس ميجر. سموكينج مور ذان فايف سيجرتس ميجر. معايا ولا لا؟ المهم but it's still considered a risk factor. It's still considered as a ايه؟ فاهم على الفكره ولا لو واحده عندها one minor risk factor كان ما عندهاش حاجه. اشرب سيجاره بالليل كده قبل ما تنام. طب لو السيجاره دي معاها كاس ولا حاجه برضه هبتدي ازعل منها من اول ثلاثه ماينور. فاهمين ولا لا؟ الزعل بيجي يا من ثلاثة ماينور يا من واحد ميجور. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ الزعل يجي منين؟ يا من ثلاثة ماينور يا من واحد ايه؟ زعل من مين اكتر؟ من اي واحد ميجور اكتر من اي ثلاثة ماينور. يبقى اكتر من او يساوي ثلاثة ماينور اكتر من او يساوي واحد ميجور هزعل. بس زعل هنا اكتر من زعل هنا. حلو. طب الزعل ده يخليني اعمل ايه؟ يخليني اعمل الامبليكال ارتري دوبلر ده من اول ما البيبي يبقى فايرل. يعني اول البيبي ده ما يوصل 24 اسبوع يعني يوصل للايج اوف فايرلتي ابتدي اعمل له فولو اب بالامبليكال ارتري ده. شوف انا سكيب كام خطوه. شفت انا سكيب كام خطوه؟ انا عديت كل الخطوات دي وبقول وجود وان ميجر ريسك فاكتور يخليني في السكرينينج اسكيب كل خطوات السكرينينج واخش على طول ان وانس ان البيبي فايبل عند 24 اسبوع هبتدي اعمل له فولو اب بايه؟ امبليكال ارتري دوبلر. فاهمين اللي انا بقوله ولا لا؟ حلو. طيب اكتر من او يساوي 3 ماينور دول كده كده هيعملوا الصمام في تحسين الجسم صح؟ اللي هو عند ايه؟ 20 اسبوع. طب عند 20 اسبوع نعمل لهم امبليكال ارتري دوبلر يقول لك مش اكيوريت لسه الامبليكال ارتري صغنن ولسه مش اكيوريت. يقول طب اعمل ايه؟ قال لك اعمل لهم يوتراين ارتري دوبلر. اعمل لهم ايه؟ يوتراين. بيبقى اليوتراين بس اللي هي الكبيره. طب لو اليوتراين ارتري دوبلر ده طلع اب نورمال عاملهم معامله الوان ميجور. اول ما يوصلوا 24 اسبوع ابتدي اعمل لهم فولو اب مين؟ بالامبليكال ارتري دوبلر. طيب قال لك طب لو فين؟ لو اليوتراين ارتري دوبلر ده طلع نورمال رجعهم تاني يعملوا فولو اب مع اخواتهم في سنتيزيوم فاندل لايف. فاهمين حاجه؟ طب نقول مره كمان بقى ماشي الكلام؟ انا بقسم العيانين على عمدان دي لعيانين نو ريسك صح؟ هم اللي انا جبتهم من العيادة مش كده؟ اللي هم اليوجوال في الحوالي كلهم. وعيانين عندهم مور ذان 3 ماينور وعيانين عندهم 1 ايه ميجر. انا حسبت الموضوع اللي عندها 1 ميجر انا مش ههزر معاها من اول 24 اسبوع هعمل النسناس الصغير اللي في بطنها ده ان هو بوتنشال اي جي ار. فهبتدي افولو اب بالامبليكال ارتري دوبلر كل اسبوعين. مفيش حل دي كل اسبوعين تيجي تعمل امبليكال ارتري ايه دوبلر. لقيته ابسنت ريفرسد هتصرف بنفس الطريقه دي. فاهمين ولا لا؟ كان الوان ميجر ريسك فاكتور ده بيحول اللو ريسك بريجننسي لهاي ريسك بريجننسي ويخلي بدل الفولو اب الطبيعي بتاع السنتزيو فانجل لايف محتاج انفستيجيشن عشان اشوف البيبي.
الامبيزيشن ده اسمه امبيريكال ارتري بلوك. العيانه اللي فيها 1 او 2 ماينور ريسك فاكتور دي تروح تتابع مع اخواتها في العياده، تمشي في السكادول الطبيعي. اللي تجمع اكتر من 3 تكسب معانا الكوبون وتروح تعمل يوتراين ارتري دوبلر مع السونار بتاع حسين الجسمي بتاع 20 اسبوع. وهي بتعمل اليوتراين ارتري دوبلر لو طلع نورمال ترجع تتابع مع اخواتها تاني، لو طلع اب نورمال تعادل معامله الميجر، واول ما البيبي يبقى فايبل عند 24 اسبوع تفولو اب بالامبيريكال ارتري ايه دوبلر. في حد عنده اي سؤال؟ واضحه؟ فيها اي مشكله؟ جميل. تعالوا بقى نشوف امال العيانه الاوليجو هايدراتنس هعمل فيها ايه؟ تفتكروا شكوتها هتبقى ايه؟ ولا حاجة؟ اما هيك اعلى بلس اور ماينس ديكريز ابدومينال ايه؟ الورم، صح ولا لا؟ اون اكزامينيشن هنلاقي فيها ايه؟ فندل ليفل بلو ايه ايه؟ اه ده ايه؟ 6-0 فندل هايد قليل. فاقوم يجي في دماغي الديفرنشال دايجنوزز ده صح؟ قوم اعمل لها ايه معلش؟ اه معلش الترا ايه ساوند بقى؟ فلاقي في الالترا ساوند بقى؟ الاقي حاجه من الاثنين بقى كده. الاقي امنيوتيك فلويد اندكس اقل من 5 سم او الماكسيمم فيرتيكال دايمتر اقل من 2 سم. اه ايه اعمل ايه؟ ادور على الكوز واعمل ايه؟ اسسمنت اوف معلش ريتابلي صح ولا لا؟ طيب تفتكروا ادور على الكوز ازاي؟ ما هو الالترا ساوند ده واخد بالك انت ازاي؟ هيبين لي لو البيبي فيه رينال انومالي، مش واخد بالك انت ازاي؟ وبعدين كمان ممكن نعمل امبيليكال ارتري دوبلر على اساس نشوف هل سبب الاوليجو هيدرانتس ده بلاسنتال انسفشنسي ولا لا، مش كده ولا ايه؟ هنا بقى وممكن اعمل ايه كمان؟ كروموزومال وجينيتك ستادي صح؟ اشوف البيبي ده فيه ابنورمال كاريوتايبنج ولا مش عارف ايه. طيب بس في حته مهمه قوي، الحته دي يمكن مش مكتوبه في الكتاب بس انا مهتم بيها جدا، لازم اسال العيانه عن الهيستوري اوف رفشر اوف ممبرين. مش دي الاسباب المهمه ولا لا؟ مش دي الاسباب المهمه ولا لا؟ لو انت بقى بفكرك برجع افكرك تاني، ما هي اسباب الاوليجوهيدرامنس الرئيسيه؟ كده كروموزوم الغضنات، جينيتك غضنات، مالفورميشن على مدى الالترا ساوند، رفشر اوف ممبرين، صح ولا لا؟ بوست تيرم ماشي اكيد انا هحكي لك. طيب نيجي للاسباب بقى ايه؟ الماتيرنال مش كده؟ اللي هي كلها بلاسنتال انسفشنسي، ما عملنا دوبلر خلاص. عملنا ايه؟ دوبلر خلاص صح كده؟ طيب البلاسنتا كان ايه في البلاسنتا بيعمل اوليجو هيدرانس؟ البري ماتيور ايجنج شفناها مش كده ولا ايه؟ خلاص كده حلو قوي. كوز اسسمنت اوف فيتال ويل بي كمل معايا كده؟ بيقول لك لو لقيت كوز عالج الكوز. ايه الحاجات اللي ممكن نتعامل معاها؟ الدي هايدريشن يعمل لهم ايه؟ هايدريشن صح؟ والدراكس زي الانتي بروستر لازم نعمل ايه؟ نوقف الدراكس. والبريماتشور رابشر اوف ممبرين نعمل لها ايه؟ امنيوتيك ممبرين سيلنت، فاكرينها ولا لا؟ ممبرين سيلنت اللي هو الفايبرين جلو اللي كنت بقفل بيه الرابشر اوف ايه؟ ممبرين. طيب كويس، لو ما لقيتش كوز ايه النكست ستيب اللي عندي؟ ستيرويد. ايه الحاجه السبيسيفيك اللي عندي؟ امنيو انفيوجن. الحاجه السبيسيفيك اللي عندي حاجه اسمها ايه؟ امنيو انفيوجن. يعني ايه امنيو انفيوجن؟ يعني احط شويه امنيوتيك فلويد. طب بس ما انا لو حطيت احط قد ايه يعني؟ لتر؟ 2 لتر؟ العيال بقى شغل 3 ساعات. مش احنا متفقين ان 500 مللي سيركيليشن ولا لا؟ ده معناه ان كلمه انيو انفيوجن ده فشل ذريع صح؟
الـ only indication of amnio infusion during pregnancy هو ان انا اعمل التراساوند. واحد يقول لي يعني ايه؟ فاكرين الرسمه اللي انا كنت راسمها لما كنت بعمل امنيوتيك فلويد اندكس؟ مش انا فاكرين المنظر ده؟ كنت انا قلت لكم ايه؟ بيبان هنا اليوتراين ايه؟ وول صح؟ ويبان هنا مين؟ بعرفهم من بعض ازاي برغم ان لونهم زي بعض ان في بينهم امنيوتيك فلويد اسود. تخيل بقى لو مفيش ميه هنلاقي معجنه. ما نبقاش عارفين فين اليوترس من البيبي من الايدين ده بالليل، مفهوم ولا لا؟ فانا لو بعمل امنيو انفيوجن عشان يبتدي يرسم لي بالالترا ساوند ملامح الفيتس وملامح البلاسنتا فابتدي اعرف اعمل الترا ايه؟ الترا ساوند، مفهوم ولا لا؟ حلو. يبقى الدور الرئيسي بتاع الامنيو انفيوجن لما فكره بقى تقول لي ايه؟ اصل ده هيعوض الميه وهيعوض مش عارف ايه، الكلام ده بلاش، ماشي الكلام؟ طيب. ستيرويد سبيسيفيك اللي بعدها termination of pregnancy توقيت 37 اسبوع المون vaginal delivery او احتمال كبير اعمل cesarean section احتمال كبير اعمل ايه؟ ليه؟ عشان الكورد والplacental compression اثناء الولاده ولذلك وارد intrapartum انا استفيد بقى هنا intrapartum continuous fetal monitor و control of the condition amnio infusion او هنا الامنيو انفيوجن لفين؟ لانه في 3 4 5 6 ساعات بتوع الولاده هيمنع الكورد ايه؟ كومبريشن. امنيو انفيوجن والبوست بارتم اللي جايه دي ايه؟ جديده 3 في 3. خلاص؟ ارجو لك تو ريسبونس. بص في حاجه انا بحبها وانتوا ما بتحبوهاش. ايه اللي انا بحبه؟ لما الاقي طريقه اسهل لعرض الموضوع اعرضه بيها. ليه ما بتحبوهاش؟ اقرا علينا الكتاب. اقرا وانا بلاقيك ايه؟ اقرا علينا الكتاب ايه يعني ايه؟ لا انا عايز طريقه تبقى ريتين. اسمعوا كلامي، الكتاب is a source of knowledge and not a source of recovery. ده فرق جوهري. لو عرفت اغيره فيك يبقى انا عملت فيك جميله مش هتنساها لي طول عمرك. الكتاب از ا سورس اوف نوليدج نوت ا سورس اوف ريكول. امال ريكول منين؟ من الكمبيوتر اللي في دماغي، من الالجوريزم اللي انا حاطط عليه. طول ما انا ماشي مور ستيب وايز، طول ما انا ماشي بسيستم هيبقى احتماليه الريكول اعلى من ان انا ريكول ورقه. فاهمين ولا لا؟ فانا لما يجي في بالي اقول ايه؟ يعني انا دي لسه جايه في بالي التكنولوجي بقى من راوندين ثلاثه ان انا اغير السيستم، ان انا اخلي بدل ما انا ممشيه على نفس سكيت الهاي ريسك بنكبره قوي وهو مش ناقص. فاهمين قصدي ولا لا؟ انا ممكن اقول لك بقى 37 اسبوع في ده بيسرس مرانا. فاهمين الفكره دي؟ وكونزرفاتيف وديرميت صح، بس هو الفيتولوجي كبير قوي. انا كنت عايز الم عشان الم عملت الخمس خطوات، طريقه الخمس خطوات اللي هي ايه؟ طريقه الخمس خطوات سبعه معايا ها؟ بعد ما اشخص كوز اسسمنت اوف فيتال ويل بي ايه؟ ستيرويد سبيسيفيك ترمينيشن. واضحه الفكره ولا لا؟ وعملناها امبارح ومكمله النهارده. حد عنده مشكله ماشيه الحكايه عارفين تمشوا عليها ولا لا؟ عايز اخد فيدباك انا على الكلام ده. انا حاسس وانا بقوله ان انا بقوله مش تعبان، كنت بتعب الاول. يعني كنت حاسس ان انا ببذل مجهود في المحاضره دي، انا حاسس ان انا مش تعبان. هتقولوا لي امتى الاسبوع الجاي بعد ما اتذكر زي اللي قبلكم قالوا لي؟ قالوا لي لا ده كده كده اسهل بكتير قوي، واحنا لقينا ان الدنيا جميله والدنيا ماشيه سموث. طيب ايه اللي بعد كده يا اولاد؟ لا معلش في حته مهمه. بعد لما تخلص الخريطه بيبقى دايما في كمان، دايما في ايه؟ كمان. احنا قلنا ده المين فايندنج اللي هو الفضل ليفل. ايه الاذر فايندنج اللي انا ممكن الاقيها في الاوليجو هيدرامنس في الابدومينال اكزامينيشن وفي اللوكال اكزامينيشن؟ ايه الاذر فايندنج؟ احنا اليوجوال يوترس از سيستيك انكونسيستنسي. ذا يوجوال يوترس از سيستيك انكونسيستنسي. يعني ايه سيستيك؟ يعني جوه ميه كده. وبعدين العيل بيعمل حاجه اسمها بلوتمنت.
لين بروك يعني بيهوك عايش يبقى فيها شخصية كلام مصري شوف الله معك شو تسوي جيب كيس تضع فيه بلية تعرف البلية لعبها لك في الحال وبعدين تبلا مية لما تحس الكيس ده اسمه سيستيك انكور لما تهز البلية تلاقيها بتتهز يعني تعرف تهزها البلية فتلاقي لما البلية تهزها كده دي اسمها ايه بلوك ده اسمه ايه يا ولاد بلوك طيب المهم فلما تمسك كيس وتحط جواه ميه وتهز جواه بتاع ده اسمه ايه بلوك الكلام ده مش موجود حبيبي مستني كله مية مية؟ طب ما انت نزلت الكلام اهو طبعا كل عايزه طيب يبقى لما بقولي سيستم كونسيستنسي والعيل بي ايه الكلام ده مش موجود في الاوليكو هيدرات يعني انا لو حطيت دي عكيسة مش هحس البلية اللي جوه دي طول الوقت شوية احس مية شوية احس بلية مفهوم ولا لا في الاوليكو هيدرات الكلمتين loss of cystic consistency easily filled fetal pores loss of cystic consistency with easily filled fetal pores كان لنا دكتورة سمعتها عن شكلها وتلاقي ايه يا ولاد بيبي بيبي everywhere يا حلوة يعني كل ما تحط ايدك على اليترس تلاقي ايه بيبي 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 ايه everywhere طيب طيب المهم loss of cystic consistency ده كلام الرجالة بقى ها وايزلي فيل فيتال ايه بارز حلو كده وبالمناسبه ايزلي هيلد فيتال هارت ساوند انتوا عارفين ان الميه بتعمل ديسبرشن للصوت فلو انا بسمع البيبي وفي ميه بيني وبين الول اوف ذا يدرس يجي الصوت من بعيد شويه انما لما احط السماعه على اليوترس على السكين هسمع البيبي الصوت بو 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 اعلى صح كده easily hear the fetal heart sound. The local examination مفهوش حاجة specific. مفهوش حاجة ايه specific. طب ليه بتكتبه عشان ما ننساش في البولي هيدرابنس اقول ان في حاجة specific. ماشي الكلام؟ طيب التربيبة small for gestational oligo بولي بقى. بولي. انا اقول لك case cross. طيب في البولي هيدرابنس هاي حل. بولي هيدرمس ايه شكوة العنية تشتكي من العنية تشتكي بقى دي رسمي نصري فهمي هتشتكي من بروجرسيف ابدومينال ايه اللارج وبيني وبينك هتشتكي كمان من الكوز والكمبليكيشن يعني الهيستوري بتاعها فيه انها دايابيتيك الهيستوري بتاعها فيه انها ايه دايابيتيك والكمبلين بتاعها في انها ديسنك في انها عندها لور لمب اديما وباريكوز بين صح ولا لا طيب اون اكزامينيشن هنلاقي الفندل ليفل اباف ذا ايه ذا ديت هنلاقي السيمفيزيو فندل هايت اخباره ايه عادي صح ولا لا طيب ممكن فين يجي في دماغي المره دي بقى differential diagnosis جديد صح؟ differential diagnosis بتاع المفضل level above the bed على فكرة بالمناسبة نفس الفرق هما 2 سنتي هما 2 سنتي تحت و 2 سنتي ايه؟ هم consider abnormal طيب ايه differential diagnosis؟ تعالوا نمشي على الأكية مع هناك هناك كنا كاتبين ايه؟ وهنا برضو روح في الابداع هناك كنا كاتبين ايه؟ نكتب هنا large book for gestational age هناك مرة كبين ايه؟ قولي بقى هنا نكتب ايه؟ بولي هيدرامس هناك كنا كبين ايه؟ IOFD نكتب هنا ايه؟ مالتي فيتال بريجنسي مش كده؟ هنا عين ناقص وهنا عين زيادة صح ولا لا؟ طيب هناك كنا كبين ايه؟ ترانسفيرس لاين هنا نعمل ايه؟ نعمل فضيحة بقى
نكتب بلاسنتا الابراج، نكتب يوترين تيومرز زي الفايبرويد، نكتب جي تي ان ذكر الموت، صح ولا لا؟ ده اسمه الديفرنشال دايجنوزس بتاع الفانتال ليفل اباف بلو. هتلاقيه مكتوب يا مصطفى حبيبي في النورمال، في اخر النورمال بريجنسي، هتلاقيه مكتوب في اخر النورمال ايه بريجنسي. اوعوا تكونوا فاهمين ان انا ممكن اكتب حاجه واعملها سر واقول لكم ما تكتبوهاش صح. في مصلحه مين طيب؟ اكيد لو انا قلت لكم، وانا قلت لكم الكلام ده من اول الكورس، قلت لكم انا همليكم مرتين ثلاثه صح؟ وخلاص كده خلص خلاص الحمد لله. طيب افرق بين الحاجات دي ازاي؟ افرق بين الحاجات دي ازاي؟ اعمل قطره صامت يا ولاد اللعيبه. لما اعمل قطره صامت هنا هلاقي ايه؟ اميونيك فلويد انزيمز اكتر من ماكسيمم فيرتيكال دايامتر، العكس صح، هنا اكتر من ايه؟ 25. ايه يا عم في ايه؟ 25 سنتي اكتر من 8 سنتي، صح كده؟ كويس، كملوا بقى يلا كملوا. كوس اسسمنت اوف فيتال ويل بي، خدامك ومرسوم على دراعك. مين يقول لي اعرف الكوز ازاي؟ عرفت الصياعه؟ خلاص ما انتوا عرفتوا الصياعه بقى، عرفتوا الصياعه. بنبقى عشان خاطر انا مبسوط، فاهم؟ يعني انا عارف ان انتوا ايه؟ ممكن بسبب الحصه دي مش احسن حاجه، او يعني عشان لا، هي الحصه دي مش حلاوتها في ان احنا بنهزر وبنهرب، حلاوتها احنا بنهضم ايه ونحوله لايه؟ فاهمين ولا لا؟ ام سيريس عشان كده، ام سيريس علشان انا بصطادي شابتر مش بتاع هزار، مش بتاع تهريب. شابتر بتاع فكره ازاي انتوا شايف مكتوب في الديانه؟ لا واخد له الوقت بتاع 80 صفحه ولا حاجه كده، مفهوم ولا لا؟ فازاي الشابتر الكبير ده المه؟ سو ام سو سيريس عشان مش عايز افتح ايه؟ انا لما بيكون مثلا بشتغل درس 10 صفحات ولا حاجه، ممكن اهزر بقى واحد حكايه واطلع بره الدرس واطلع واخش وكده. لا انا عايز اضمن ان انا اديتك اكبر كميه من الشابتر ده النهارده، مفهوم؟ طب المهم يلا الجوز، ها الترا ساوند ادور على ايه في الالترا ساوند؟ كونجنيتال انوماليز وسوفجيال ادريزيا اوبن يورال تيوب ديفكت، ادور على ايه في الالترا ساوند؟ هايدروبس فيتاليس، جدع. ادور على ايه في الالترا ساوند؟ كوريو انجيوما. ادور على ايه؟ مالتي فيتال بريجننسي وحواليهم ميه كتير، كل ده فرق شغال صح ولا لا؟ حلو. وايه كمان؟ وسكرينينج اوف دايابيتس مهمه قوي. وبالمره بقى اعمل لي ار اتش للام لو مش عاملاه عشان نشوف الار اتش نيجاتيف عشان موضوع هيدروس فيتاليس ده، مفهوم ولا لا؟ الثلاثيه دي مهمه جدا يا ولاد، الترا ساوند سكرينينج اوف دايابيتس وايه؟ وار اتش، مفهوم ولا لا؟ حلو. طب ونطلع سهم هنا اللي بلازلك فاكرينه؟ اللي هو ايه؟ كروموزومال وجينيتك وايه؟ اللي ما بنعملهمش الا لما اللي بالاحمر ده يطلع ما فيهوش حاجه. انما دايما اللي بالاحمر اهم من اللي بلازلك، فاهمين ولا لا؟ انا مش هعمل كاريو دايفنج للجنين واعمل جينيتك استادي واصرف مصاريف واعمل حاجات انفيزيف الا لما اتاكد ان الحاجات الاسهل منه ما بيطلعش فيها حاجه. طيب بعد الكوز بنعمل ايه؟ اسسمنت اوف فيتال والبي. اوعى تنسى تعالج مين؟ الجوز. زي انك تكنترول الدايابيتس، مش كده؟ زي المانجمنت بتاع الهايدروبس فيتاليس، صح ولا لا؟ طيب لو لقيت بقى ايديوباثيك، عايز اعمل معلش هنا بقول لكم يا ولاد، انا عايز لو if you please يعني لو حد يقدر يجيب لي ده اللي انا عملته النهارده ده كمبيوترايز يبقى كتر خير. خلاص انا بعمله بقالي 3 راوندات او 4 بس ده احسن مره، يعني خلاص انا كده حاسس المستوى يحتاج يبقى كمبيوترايز والناس تشوفه. خلاص يعني انا بحاول احسن
سنه بقالي 3 راوند بس المره دي لا طالع ستريت فورورد وشبه بعضه جميل وامور مش عايز اكتر من كده خلاص. طيب لو طلع بقى ايديو بقى لو طلع بقى ايه ايديو بقى انت مايلد تو مودريت انت مايلد تو مودريت ولا انت سيفير؟ طيب بس عشان نكمل كلام واحنا بنقول ايه كوس واسس اللي كانت الخطوه اللي جايه الخطوه اللي جايه مش هنختلف فيها صح مش هنختلف فيها صح وبعدين ايه سبيسيف ولا حاجه العيانين المايلد تو مودريت ودي الخيمه انا بعرف هي مايلد تو مودريت ولا لا العيانين المايلد تو مودريت ما عنديش مشكله خلي بالك انا استبعدت الاول مين الكوز وبتكلم عن عيانين مين الايديوباثيك فاي مايلد تو مودريت وانا عندي معاه مشكله تروح بيتها اصلا تروح بيتها مش هي مش ديسنك وتجيلي لما تبقى ديسنك هعرف ان هي بقت سيفير مفهوم ولا لا ولا ولا اول ما تيجي ديسنك تعالي وتجي لي في العياده كل اسبوع اعيش السنتزيو فضل هايت واتابعها وابص بالالترا ساوند واشوف هي لسه مايلد ومودريت وكده سو لو قلت هنا الخطوه السبيسيفيك عشان احسن اهلي جاست فولو اب سهله بس هنا لا عندي اعمله مين يقول لي ايه اللي عندي اعمله انتي بروستاجلاندين سقفي في الانتي بروستاجلاندين 32 اسبوع تاني امنيوسنتيسيس سقفي في الامنيوسنتيسيس 34 اسبوع اكتب لك الكلمه بقى بتاعت امبارح وبعدين ارفع ايدي تاني دلوقتي هنا طبعا ادينا ستيرويدات عندي سلاحين في مواجهه البولي هيدرز هقول لك انا كتبتها باسهل طريقه هنا ازاي واقول لك هي مكتوبه عندك ازاي واقول لك ان دي هي دي بس دي اسهل اول حاجه عندي اول سلاح اسمه انتي بروستاجلاندين انتي بروستاجلاندين الانتي بروستاجلاندين زي ما اتفقنا امبارح اخرها 32 اسبوع هتشتغل ازاي الانتي بروستاجلاندين هتقلل الرينال ضغط اللي هو هتقلل الجيرن فورميشن صح ولا لا وانا قلت لكم ان ده مش خطير وقلت لكم ان ده هستخدمه في علاج البولي ايه هيدر بس سقف دي 32 اسبوع عندي حاجه اسمه امنيوسنتيسيس يعني ايه امنيوسنتيسيس 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 يعني اجيب سرنكه ودي العيانه انتي بايوتكس وانتي دي اجيب سرنجه ودي العيانه انتي بايوتكس وانتي دي واقعد اشفط امنيتك فلويد بس بشرط اوعى تشفط منها اكتر من لتر ات تايم ولما تشفطه بشويش اوفر تلت ساعه ليه؟ حاجتين عشان ما اعملش سلاسنتال ابربشن ولا سبلانتنك شوك دول الحاجتين بتوع السادن ديكريس في الانترايترام بريشر يبقى اجيب العيانه كل كام يوم كده تشفط لتر وتشويش في تلت ساعه وفي دي انتي بايوتيك وايه؟ واحد يقول لي يا دكتور مش اللتر ده هيتكون مكانه؟ لا انا بكلمك على الايديوباثيك على موضوع الشفط على موضوع جراديوال فاهمين ولا لا؟ طيب هتقعد تشفط لغايه لما العيانه توصل لقد ايه؟ وبعدين تعمل ايه؟ ترفع ايدك بعد كده الامنيوتيك فلويد بقى اكيوميليتد ورجعت سيفير تاني تولز بعد كده رجعت سيفير تاني ايه؟ يعني انا هقعد لغايه 34 اسبوع واعمل ايه؟ وارفع ايدي. بتوين 34 ل 37 اسبوع انا في صراع حوالي امتى؟ زي ما قلت لكم اول ما الاقي البلاسنتا ماتشيور والامنيوتيك فلويد ابتدى يبقى تربت هولي. ده معناه ايه؟ معناه ان التايم اوف ديليفري هنا لما اجي بقى اكتب ايه الخطوه اللي بعد كده termination of pregnancy termination of pregnancy هنا between 34 و 37
بتقولي بس ده مكتوبة 37 صح؟ بس في جملة مكتوبة فوق قريتها؟ مكتوب ان بين 34 و37 اسبوع بعد الامنيوسيتيزيس تو انشور لونج ماتيوريتي. طب ايه الفرق بين الامنيوسيتيزيس والنبي بتركزوا الحته دي؟ ايه الفرق بين الامنيوسيتيزيس ده والامنيوسيتيزيس بتاع اللونج ماتيوريتي؟ ده اسمه امنيو ريدكشن بشرط لتر. انما بين 34 و37 بشرط 2 ملي اشوف فيه سيرفكتنت ولا لا. فمين الفرق بين دي ودي ولا لا؟ فمين الفرق بين دي ودي ولا لا؟ يبقى قبل 34 بعمل امنيو ريدكشن، يعني الامنيو سينثيسيس بشفط فيه لتر ميه لان الهدف ان انا اقلل الامنيوتيك فلويد. بين 34 و37 بانشور بشفط 5 متر واعمل السيرفاك اشوف لونج ماتشور ولا لا، عشان وانس ماتشور ترمينيت. وعشان كده بقى مكتوب هنا 37 ايوه ده السقف، بس من اول 34 انا كنت بشوف الماتيوريتي عشان وانس ماتيور ايه ترمينيت. طب امال العين المايلد مودريت يعني بقى بلا مايلد بلا مودريت بلا مسخره سيبها بقى 39 بقى. فاهمين الفكره ولا لا؟ سهله الفكره ولا لا؟ بص انا انت ولادي انا بصراحه انا كان عندي مشكله في الايديتنج في الاخراج بتاع شطر الفطار. فاهمين ولا لا؟ بحاول اصلحها بقالي سنين وعمري ما قلت الكلام ده. بقول لكم انتوا ليه؟ مش عشان انا بحبكم، لا لا لا، عشان انا صلحتها. حاسس ان انا صلحتها فانا اقدر اعترف بقى يعني فاهم. بس ايه؟ انت بقى ما تبقاش حمار وتقول لا انا مصرت على الطريقه الوسخ، انا بحب ابقى وسخ. لا خلاص الكلام ده شايفين سهل ازاي وسيمتريكال ازاي؟ بقى في سيستم امشي عليه، مفهوم ولا لا؟ ظبط حالك. وعشان كده بقول لهم نفسي حد يديني نسخه كمبيوترايز اوزعها واخلص عليه. انت عايز ورقه مطبوعه لو كتبتها بايدك تخش النار، يقول لك لا ان انا محرف الكلمه عن بعض المواضع هنلحقهم الفن الاسرائيلي. يا عم حرفه يا عم، ده مش كتاب مقدس يخرب بيت كده، حرفه يابا. المهم اللي معاك مصطفى انا بقول كلام مش مكتوب او في كلام ما بقولوش، فاهم ولا لا؟ انا بقول الكلام بترتيبه ولكن ايه؟ ولكن سوري بغير في الايديتنج، بغير في التركيبه بس. فاهمين قصدي ولا لا؟ ترمينيشن اوف بريجنسي، ترمينيشن اوف بريجنسي. احنا قلنا هنا يبقى فاضل لنا نكتب ايه بقى؟ ثلاث كلمات تحتيه. احنا كتبنا تايم. ايه الثلاث كلمات اللي مطلوب نكتبهم؟ ها؟ المود، ايه رايكم؟ المود فاجينال ولا سيزاريان؟ عادي بقى فاجينال ديليفري وسيزاريان سكشن فيوجن. انترا فارتم اعمل ايه؟ كونتينيوس فيتال مونيتور وايه؟ برافو عليك، كنترول اوف ذا كونديشن. ايه الكنترول اوف ذا كونديشن هنا؟ اسمعوا بقى. واحد كنترول رابتشر اوف ممبرين، اسمعوا عشان كده ده مهم. اثنين كوشن وذ ستيرويد. خلاص احنا كتبنا السيت ده كونتينيوس فيتال مونيتور، ماشي الكلام؟ طيب يعني ايه كنترول رابشر اوف ممبرين ويعني ايه كوشن وذ ستيرويد؟ يعني ايه كنترول رابشر اوف ممبرين؟ نحكي بقى الحواديت بقى خلاص انا اتليست دلوقتي. بص زمان برضو انا نايم جونيور قالوا لي تعالى بولي هيدرابس خش اعمل لها كنترول رابشر اوف ممبرين. قلت لهم حاضر. وبعدين سالت الحكيم طلع قالوا لي عملها في الليل انا مش عارف خلاص. فقالت لي رابشر اوف ممبرين خد الامني وهو بقى من رابشر اوف ممبرين. فقلت لها حاضر بدي انا بعرف اعملها. امال ايه؟ ما حسيت ان في مشكله وقالوا لي اعملها في العمليات. حاضر دخلوا معانا العمليات. الامني المفروض ده الامني المفروض عباره عن عصايه بلاستيك ليها بوس في الاخر بتدخلها على صباعك وبعدين لما توصل للممبرين تقلبها وتفوز الممبرين. سهله؟ لقيت الفاجينا طالع منها تسونامي. طبعا انت فاكرني يبقى بارد. انا لقيت الفاجينا طالع منها وتجوي والفلويد بقى طالع لفوق كده وراح نازل عليا حنيني في وين تاني. عادي ما زعلتش والله. انا زعلت لما لقيت طالع وراه خرطوم دم. رسمت على ايه؟ حاولني
قلت له عملت دخلت الكاس قال لا مش هو ده طب والله زي ما اتفقنا الاسكين جلسني الفيتال بارتس ديفيكال تو بي فيلد
الفيتالانت سان ديفيكال تو بي هير. العيل بيمرض بيمرض وهو في مال برزنتيشن قلنا رائد الفضاء ها وترانزكس لوكال اكزامينيشن. بصوا دي عشان بلاقي السيرفكس افيزو دايليتد وفي مارجن باك اوف فور ووتر برغم ان العيانه نقطه جدا. بص هو ايه اللي بيعمل دايليتيشن وافيزمنت ومارجن باك اوف فور ووتر اثناء الولاده؟ انكريز انترايوتراين بريشر باي يوتراين كونتراكشن. صح ولا لا؟ طب العيانه دي فيها ايه انكريز انترايوتراين بريشر ولا لا؟ فيها. هلاقي السيرفكس بتاعي فيس ودايليتد والاقي الباك اوف فور ووتر ايه تنس. طب ايه افرق ازاي هي الليبر ولا نقطه الليبر؟ الكلام ده بروجريسيف اوفر اورز ولا بروجريسيف اوفر دايز؟ لو بروجريسيف اوفر اورز تبقى بتولد. انما انا مره حجزت عيان 4 سم 80% افيز 5 اسابيع قول هي جرامش. انا حجزتها في كده تولد والله 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 العظيم كنت في كده تولد وكانت كده على وش التذكره عيانه بارا فور كفالك الليبر طلعت استنوا ساعه 2 3 4 روحها والسيركس 4 سم فطلعوها الواحد قعد معايا 5 اسابيع. فاهمين ولا لا؟ ليه؟ طلع كل يا جماعه مفهوم ولا لا؟ اوكي طيب بس يا شباب اخر حاجه فضلنا ايه يا ولاد؟ هي اسهل حاجه اللي هي ايه؟ احنا قلنا مش هنعمل مانجمنت كورس وعندنا نعمل مانجمنت كورس شباب عرفتوا في الويك اند المينيمال يا شباب في الويك اند المينيمال الفيتولوجي ده المينيمال المينيمال ايه؟ الفيتولوجي مش فاضل لكم في الفيتولوجي غير المط فيتال بريكنس خلاص؟ مش فاضل لكم في الفيتولوجي من التسع حاجات انا عايز تسع حاجات مش فاضل لكم غير المط فيتال بريكنس اهم اهم حاجه في الفيتولوجي ان بغض النظر انت بتذاكر منين تعدله على ابنك عشان تعرف تريكول تعدله على الابن عشان تعرف ايه ذاكر من كتاب الاسم من العفريت الازرق من المايند ماب من الهاند بوك من الابصر ايه اهم حاجه يبقى معدول على الابن شايفين السيستم واضح ومكرر وسهل مفهوم ولا لا؟ طيب يلا بينا مقروزوم معانا دي غريبة شوية بقى لأنها تشتكي من ايه؟ ابدومينال ايه؟ شوف ازاي؟ اون اكزامينيشن هنلاقي حاجة غريبة قوي ولا ايه؟ ان الفضل ليفل اباب والسنتزيون فضل هايت ايه؟ عالي يا ولاد ايه؟ طيب نقوم نعمل ايه بقى؟ الترا ساوند صح نلاقي ايه في الالترا ساوند كبير اللي مصر؟ الاسكيمين الفيتال ويت اكتر من 4 كيلو انا بتكلم عن مقدومي بقى الاسكيمين الفيتال ويت حتى لازم حتى الفيلس ما خدش بوق اكتر من 4000 جرام والابدومينال سيركمفرنس ايه كتير اكتر من 38 سم مش كده؟ حاجه غريبه مش كده؟ طيب ايوه قوس جاي جديد هعمل الترا صوت وانا بعمل الترا صوت هشوف لو مؤاخذة دي كلمه هو العيل كبير قاعد على بعضه ولا في حته كبيره ولا حاجه يعني هل في كونجنتال انوميلي ولا حاجه مش كده ولا ايه؟ هبص اشوف هو العيل ده فيه هايبروكسيتاليس ولا لا صح؟ طيب وايه كمان؟ معلش واعمل سكريننج اوف ايه؟ لانه اصل الكوز بيبقى دايابيتس وريسك فاكتور فور دايابيتس والواد طالع لابوه والواد طالع لابوه عشان ايه دي؟ وهعمل كمان ار اتش لان الهيدروكسيد فاهمين حاجه؟ فاهمين حاجه؟ فاهمين حاجه؟ ايوه صح انا قسمت السبوره بركيها درسين فهمتوا قصدي ولا عرفت ليه عملنا كريس كروس ولا لا؟ عرفت ليه عملنا كريس كروس؟ طيب يبقى سكريننج اوف دايابيتس وار اتش صح ولا لا؟ طب وبعدين؟ بعد الكوز يلا حبيبي اديني وانا ضيع ما انا مش فاضيلة عشان اسسمنت ايه؟ اوف فيتال ايه؟ والبي ناوي ما تنساش ونرجع عشان خاطر
زي ان انت الكنترول ايه نبي ونشوف موضوع الايه الهيدروكسيدايز او ده عشان خاطر شايفين ازاي طيب لا عيني بص انا مش شايف هنا بقى المنفذ اتغير تماما يا مريم تماما ليه كل الناس دي كان عندهم كومبليكيشنز زي ماتيرنال وفيتال وكده صح يوريك بريجنس الميكروزوميا هي الوحيده اللي الكومبليكيشن بتاعتها اثناء ايه سو انا ما عنديش مانجمنت جوري برينس لما كانت استيرويد مش كده ولا محتاج حاجه سبيسيفيك ولا اي حاجه خالص كل اللي محتاجه انه لما البيبي ده يجي يولد اخد ديسيجن من الديسيجن التاليه الحاجه الاولانيه بقسمه بقى جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 واقول هو الست دي دايابيتك ولا نون دايابيتك جريد 1 ترايل اوف ليبر سواء دايابيتك او نون جريد 2 دايابيتك تعمل سيزيليان سكشن نون دايابيتك تاخد ترايل اوف جريد 3 تعمل سيزيليان سكشن ويذر دايابيتك او نون دايابيتك وخليني افهمك الكلمه اللي انا اول مره اكتبها دي ترايل اوف ليبر لو جالي عيانه برا 1 يعني ولد قبل كفاله 5 سنتي هيد انجيجد الليبر في الاستقبال انا النايب بتاع الاستقبال كان زمان يعلمونا ايه يقولك انت يا نايب في بوكس كده في التذكره تكتب فيه يور ديسيجن انا اكتشف ليه عشان يطلع غلط تعرف ان غلط ما يجراش حاجه او يطلع صح وتعرف ان انت شاطر ما يجراش حاجه فكنا نكتب في العيانة دي ايه؟ فور فاجينال ديليفري طيب لو جاي عيانة فيها عيل الاستيميتد فيتال ويت بتاعي 4 كيلو ونص 4 كيلو و400 و500 حاجة اكتب فور ترايل اوف ليبر يعني بقول لهم ايه في الاولاني ولدوها وبالتالي بقول لهم ايه حاولوا تولدوها فمين الفرق ولا لا؟ الاولاني كنت بقول لهم ايه؟ ولد طب هي تفرق ايه تكنيكالي كلينيكالي يعني لا تفرق كتير العيانه الاولانيه وقفت على 6 سنتي ساعتين مفيش حاجه تخليهم 3 يعني اصل يبقى عندنا نفس في المحاوله دي لو وقفت على 5 سنتي ساعه او 2 انا عارف ان العيانه مكروزوم هعمل لها قيصريه عشان ما تبقاش فاكرين شوطه في السوشي فاهمين الفكره دي ولا لا؟ فجيت ساعتها قلت له مش مستعد تسيبوا العيانه لما تبقى كده قلت لك اعفر وشي في التراب ما كنتش معاهم صح ولا لا؟ ما انا لو معاهم انا عارف ان انا بعمل ترايل اوف ليبر يعني لازم يبقى عندي يوم ثريشولد فور ايه؟ سيزارين سكشن فاهمين قصدي ولا لا؟ سو لو جريت 1 اللي هو من 4 كيلو ل 4 ونص دايابيتك اور نون دايابيتك ديزيرف ترايل من 4 كيلو ونص ل 5 كيلو الدايابيتك بتعمل قيصريه والنون دايابيتك بتعمل ترايل الجريد 3 بتعمل ايه؟ طيب في ناس قالوا حاجه قالوا برايهم العيانين بتوع جريد 1 دول تعملوا لهم اندكشن اوف ليبر بدري بدري عشان ما يخشوش في جريد 2 يعني ايه؟ يعني انا بتكلم كده لو العيانه جات لي الليبر وانا باخد ديسيجن طب افرض عندي عيانه 38 اسبوع عيل 4 كيلو ففي ناس قامت شد نفس قال له يا حبيبي عشان ما يعملوش قيصريات قاموا حصل لهم يترايل رابشر قاموا حصل لهم ان العيل الماتشور ولو كان ماتشور لانه طلع ابن دايابيتك فاهمين ولا لا؟ وفي ناس عملت الحركه دي وقللت الريت اوف سيزاريان سكشن وده ناشر بيبرز وده ناشر بيبرز وما نقدرش نقول مين الصادق ومين الكذاب عشان كده بقت حركه الاندكشن اوف ليبر في المنطقه دي از ايه؟ كونتروفيرشال خلافيه الناس تقول
والناس تقول لي ايه؟ لا مفهوم ولا لا؟ اوكي حبايبي الحلوين ما عنديش حاجه تانية اقولها. ايه في فيديو اسمه بوست غير وماكروزوميا. الفيديو ده بعد ما بشرح ايه الماكروزوميا، على فكره الحاجات دي كلها يعني موجوده على الابلكيشن، يمكن الفيتال بروس ريستريكشن بس اللي مش موجود، بس ما تسمعهمش لو سمحت. ليه؟ لان انا عرضتهم بطريقه قديمه صح ولا لا؟ انا عايز العرض ده زي ما هو كده، حتى ما تقراش الكتاب ما تزودش منه كده، شوف قد ايه عمري ما عملتها قبل كده صح ولا لا؟ انا مش عايزك تمعطر في نفوخك بعد ما انا ظبطتها لك عشان خاطر اسمعوني انا ما خلصتش. بعد الماكروزوميا في حاجه اسمها شولدر ديستوشن، دي اللي شفتها. تقول لي ما تعملها لنا دلوقتي؟ أنا مش هقول طيب تقول لي ما تعملها لنا دلوقتي؟ أقول لك لا. ليه؟ لأن دي محتاجة فيديوهات، دي عبارة عن تكنيكس ولابة محتاجة فيديوهات عشان تتفهم. عشان كده اوعى تنسى إن العين الماكروزومي ده بيعمل شولدر إيه؟ ديستوشن، وإن في درس على التطبيق اسمه شولدر إيه؟ ديستوشن، وإن الدرس فيه فيديوهات لازم تتشاف. يعني ايه مكروبر؟ يعني ايه ديليفري وسبستيريور ارم؟ الحاجات دي لازم ايه؟ تتشاف. شكرا ليكم واشوفكم الاسبوع الجاي. لو حد فيكم جدع يجيب لي الكلام ده كمبيوترات يبقى كتر خيره. ثانيه اما اصور والله انا شفت الاسبوع الجاي.